السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ مصطفى معلم اللغة العربية للمرحلة الإعدادية. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض أهم القواعد النحوية الخاصة بالترم الأول للصف الثاني الإعدادي. الترم الأول في سنة تانية إعدادي كان فيه 5 دروس، كان فيه المعرب المبني، كان فيه العطف، فيه كمان النعت، فيه الحال، فيه التوكيد. هبدأ أفتكر معاك كده الأول درس المعرب والمبني. علشان اعرف يعني ايه معرب ويعني ايه مبني لازم الاول اشوف شكلين من الامثله. الشكل الاول من الامثله بيقول لي جاء محمد، الثاني رايت محمدا، الثالث مررت بمحمد. لو هنلاحظ كلمه محمد في الامثله الثلاثه هنلاقيها في حاله الرفع شكلها في اوقات الكلمه فيها عليه ضمتين، يعني كانت مضمومه. في المثال الثاني قال لي رأيت محمدا، هنشوف الفتحتين النصب على نهاية الكلمة. مررت بمحمد هنلاقي إن الكلمة برضو شكلها اتغير في نهايتها بالكسر. ما دامت الكلمة تتغير بتغير الموقع الإعرابي يبقى الكلمة دي معربة مش ثابتة، لا بتتغير خلاص. ما دام شكلها مش ثابت في الجملة تبقى الكلمة دي على طول معربة سواء كانت اسم أو كانت فعل. وكلمة محمد في الأمثلة الثلاثة مرة شفتها محمد محمدا محمد، خلاص يبقى كلمة محمد دي معربة إذا كانت بتتغير بتغير الموقع الإعرابي. تعالى نشوف الشكل الثاني من الأمثلة. أي الأول جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا. شوف كلمة هذا في الأمثلة الثلاثة كلمة هذا ثابتة لا تتغير. إذا كانت الكلمة ثابتة وآخرها ما بيتغيرش بتغير الموقع الإعرابي تبقى الكلمة دي على طول مبنية سواء كانت اسم أو كانت فعل. يبقى هذا 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 هنا مبنية، وده الفرق بين المعرب وبين المبني. كده أنا فهمت إن المعرب هو ما يتغير آخره بتغير الموقع الإعرابي. طيب هنا المبني هو ما كان آخره ثابتا مهما تغير الموقع الإعرابي. تمام. طيب هتكلم بقى من حيث المعرب والمبني في 3 أنواع من الكلمة. أنا عندي الكلمة 3 أنواع، عندي حرف، عندي اسم، عندي كمان فعل. طيب لو هتلاحظ على السطور هتلاقيني بتكلم في الأسماء وفي الأفعال ومش جايب سيرة الحروف خالص. ليه؟ قال لي أنا عندي معلومة بتقول إن الأسماء الحروف كلها مبنية. طب إذا كانت كلها مبنية خلاص يبقى أنا كده فهمت إن الحروف كلها مبنية. طب أنا ليه كاتب الأسماء والأفعال؟ قال لي علشان الأسماء في منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. نفس الكلام في الأفعال، في أفعال معربة وفي كمان أفعال مبنية. طيب هبدأ بالأسماء. الأسماء قال لي كل الأسماء معربة ما عدا كل الأسماء معربة. زي مين؟ زي مثلا أحمد وعلي ومنزل وشارع وطويل وقصير وهواء وجمال وربيع، كل دي أسماء إيه؟ أسماء معربة. لكن في عندي 6 أسماء بس أو 6 أنواع من الأسماء هي اللي مبنية، 6 أنواع من الأسماء هي اللي بتكون إيه؟ مبنية، يبقى القصد بالأسماء إن كلها معربة ما عدا 6 أنواع من الأسماء. مين هم؟ أسماء الإشارة، أسماء الإشارة، أسماء الإشارة كلها مبنية؟ قال لي لا مش كلها. هنستثنى بس منها هذان وهاتان، لأن هذان وهاتان أحيانا بنشوفها هذان وهاتان في حالة الرفع وهذين وهاتين في حالة النصب، بتتغير تبقى على طول مبنية، لكن باقي أسماء الإشارة كلها مبني، بتتغير تبقى معربة، ماشي؟ لكن باقي الأسماء هتبقى كلها إيه؟ مبنية. يبقى عندي هذا، عندي هذه، عندي هؤلاء، عندي ذلك، عندي تلك، عندي أولئك، كل ده مبني. تمام، طيب. تاني واحدة أسماء الشرط، وخلي بالك قلت أسماء الشرط ما قلتش أدوات الشرط، لأن أنا عندي أدوات الشرط في منها حروف زي إن، فأنا بتكلم عن الأسماء بس. طب الأسماء زي مين؟ الأسماء زي أين ومتى ومهما، ماشي، وباقي إيه؟ وباقي الأسماء الخاصة بأسماء الشرط، لكن برضه بستثني من أسماء الشرط أي. لو تفتكر أي هتكون إيه؟ هتكون اسم شرط بس ما هوش مبني، هيبقى معرب. تمام؟ رقم 3 قال لي أسماء الموصولة. الأسماء الموصولة مبنية من الأسماء المبنية، وهستثني منها اللذان واللتان لأنها نفس فكرة هذان وهتان، إن هي أحيانا هترفع بالألف وأوقات تانية هلاقيها بتنصب وتجرب بالياء. يبقى عندي الذي التي، عندي الذين، عندي اللاتي اللواتي اللائي، عندي من وما الموصولتين، كل دي أسماء موصولة بما إنها موصولة تبقى مبنية عدا اللذان واللتان. طيب أسماء الاستفهام، وبرضه قلت أسماء الاستفهام ما قلتش أدوات الاستفهام، لأن أنا عندي في أدوات الاستفهام حروف
زي الهمزة مثلا، زي هل. طيب أسماء الاستفهام زي أين ومتى وكيف، ماشي، وباقي إيه وباقي الأسماء. لكن برضه هستثني منها أي، زي ما استثنيت أي في أسماء الشرط هستثنيها هنا من أسماء الاستفهام. ليه؟ لأن أنا ممكن أقول لك أي الألوان تفضل، وممكن أقول لك بأي المعلمين تقتدي، مرة شفتها مرفوعة مرة ما خلص، يبقى كده بتتغير، يبقى على طول دي معربة. طيب الضمائر، كل الضمائر مبنية، سواء كانت ضمائر ضمائر متصلة، سواء كانت ضمائر منفصلة، كانت في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، كل الضمائر كل الضمائر عندي هتكون مبنية. المنفصلة زي هو، هي، هما، هم، هن، أنا، أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، كل ده، كل دي مبنية، سواء كانت في محل، سواء كانت متصلة زي ضمائر توانينا، واو جماعة ألف سنين، نون النسبة، المخاطبة، نا، نا الفاعلين، أو كانت حتى من ضمائر ناهيكا اللي هي ضمائر النصب والجر اللي هي نا المفعولين، هاء الغيبة، ياء المتكلم، كاف الخطاب، كل الضمائر بكل أشكالها بتبقى مبنية. طيب أجي كمان بعض الظروف. أنا متعود إن الظرف دايما أقول كده الظرف، ظرف مكان أو ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه كده، لا. هنا أنا عندي هنا خمس ظروف، مش الظروف دي أنا بقول عنها إن هي ظروف مبنية. طب مين هما؟ الآن، حيث، منذ، مذ، أمس. طيب مبنية على إيه؟ على حسب نطق كل كلمة، أشوف الحرف الأخير حركته إيه ويبقى مبني على ده. يعني مثلا الآن مبني على الفتح، حيث مبني على الضم، أمس مبني على الكسر. تمام؟ تمام. يبقى أنا عندي دلوقتي الأسماء، كل الأسماء معربة ما عدا الستة دول. تمام. طب ده بالنسبة للأسماء. طب الأفعال؟ قال لي إن الفعل بينقسم إلى ثلاث أنواع، مضارع، ماضي، أمر. المضارع في منه معرب وفي منه مبني. طيب الأصل في المضارع إيه؟ الإعراب. يعني المضارع في الأصل كده معرب، ماشي، أو مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم، زي ما إيه؟ زي ما تيجي. طب إمتى يبنى الفعل المضارع؟ قال لي إن الفعل المضارع يبنى إذا اتصل به نوعين من النون، سواء كانت نون النسوة، ماشي، أو نون التوكيد. طيب نون النسوة زي إيه؟ زي مثلا المسلمات يؤدين صلاتهن مثلا. تمام. النون في يؤدين هنا دي ايه؟ دي نون نسوة. طيب اللاعبات يتبادلن الكرة. تمام. دي كده نون نسوة. طيب نون التوكيد قال لي زي مثلا والله لا يتفوقن المجد، دي نون توكيد. يبقى المضارع لما يتصل بنون نسوة او نون توكيد اقول عنه ان هو مضارع مبني. طيب مبنى على ايه؟ اذا اتصل بنون التوكيد يبنى على السكون، اذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون. طب نون التوكيد يبنى على الفتح. طيب الماضي والامر الاثنين مبنيين، يعني اذا كان المضارع فيه مبني وفيه مضارع، لا، الماضي والامر الاثنين مبني. يعني الماضي مبني دائما. طب يبنى على ايه؟ على الفتح، على السكون، على الضم. يبنى على الفتح امتى؟ اذا لم يتصل بضمير زي كتب. يبنى ايه كمان على الفتح امتى تاني؟ قال لي اذا اتصل بتاء التاني زي كتبت. يبنى على الفتح امتى تاني؟ قال لي اذا اتصل بالف لسنين زي كتب. طيب السكون يبنى على السكون امتى؟ اذا اتصل بتاء الفاعل زي كتبت، ماشي، اذا اتصل بناء الفاعلين كتبنا. يبنى على السكون امتى تاني؟ اذا اتصل بنون النسوه كتبنا. تمام. يبنى على الضم اذا اتصل بواو الجماعه زي كتبوا. تمام. طيب الامر يبنى على السكون بالفتح حذف العله حذف النون، زيه زي الماضي، مبني دائما، مفيش معرب خالص في الماضي، احنا دائما كنا بنعرف فعل ماضي مبني، فعل امر مبني. طيب يبنى على ايه الامر؟ يبنى على اول حاجه السكون، امتى؟ اذا لم يتصل، انتهى بحرف صحيح، لم يتصل بضمير، زي مثلا احفظ، اعمل، اجتهد. طيب امتى تاني؟ اذا اتصل بنون النسوة زي اعملنا، احفظنا، اجتهدنا. تمام. طيب الفتح يتصل امتى؟ يبنى على الفتح اذا اتصل بنون التوكيد، مثلا احفظنا، العبنا، اشربنا. طيب هنا حرف العلة اذا كان الفعل ده بينتهي بحرف علة، زي مثلا اسعى جاية من سعى، احذف الالف اللينة. اقضي، احذف الياء، اسيب الكسره واسيب الفتحه، الحركه اللي قبلها، لكن بحذف العله اللي في النهايه، وتبقى علامه الحذف حرف، علامه الـ البناء حذف حرف العله.
حذف النون اذا اتصل بالف اثنين واو جماعه ياء مخاطبه، زي مثلا اجتهدي اجتهدا اجتهدوا. خلاص ده كده يلغي، وعلامات البناء حذف ايه؟ حذف النون. يبقى علامات البناء حذف النون. تمام قوي. طيب إيه، عندي سؤال بيقول لي اجعل ما تحته خط مبنيا، وبيقول لي هذه فتاه مهذبه، وبريد خط تحت هذه. طيب هذه هنا انا اسف، مش اجعل ما تحته خط مبنيا، لا اجعل ما تحته خط معربا. طبعا هذه مبنيه من اسماء الاشاره. طيب عايز اخليها معربا اعمل ايه؟ لازم اسني علشان المعرب من اسماء الاشاره هم هذان وهذان. طب هذه يبقى هسمي بدلها هاتان، فاقول هاتان فتاتان مهذبة تان. كده انا خليت اللي تحت الخط بدل ما هو مبني بقى معرب. طيب هنا تساعد البنات امهاتهن، هنا بريد خط تحت مين؟ تحت تساعد. تساعد معربه، عايز اخليها مبنيه اعمل ايه؟ لو هنحافظ على نفس الزمن يبقى بالتالي هبنيها اما على السكون او على الفتح. على السكون امتى؟ اذا اتصلت بنون النسب. على الفتح امتى؟ اذا اتصلت بنون التوكيد. فانا هنا هقول ايه؟ هقول البنات، تتصل بنون الايه؟ بنون النسوة. واذا كانت تتصل بنون النسوة يبقى النون لازم تعود على اسم قبلها، فبالتالي ثبت كلمة البنات وهقول البنات يساعدن امهاتهن. البنات مالهم؟ يساعدن امهاتهن. ده الكلام او الجزء الخاص بالمعرب والمبنى. طيب العطف، قال لي ده الدرس الثاني ماشي، ده العطف، ده اسلوب، والاسلوب احنا متعودين انه بيبقى له اجزاء. طيب العطف هنا بيتكون من كام جزء؟ بيتكون من ثلاث اجزاء. معطوف عليه اداه عطف معطوف. طيب بص كده المثال ده بيقول لي احب القراءه والكتابه، احب القراءه والكتابه. ده اسلوب عطف. ليه؟ الواو هنا من حروف العطف. انا طبعا هعرف على حروف العطف كلها، بس انا بديك مثال اولا ماشي. الواو ده حرف عطف. الاسم اللي بعد الواو اللي بعد حرف العطف مباشرة ده بسميه معطوف، اللي هو كلمة الكتابة هنا اهو. طيب اللي بيساويه الناحية الثانية قبل الأداة بقول عنه إن هو معطوف عليه. طيب هنا أحب القراءة والكتابة، بما إن عرفت إن الواو هنا عاطفة ودي أنا عارفها من ثالثة ابتدائي، يبقى الواو حرف عطف اللي بعده مباشرة الكتابة معطوف. اللي بيساوي الكتابة الناحية الثانية هي كلمة القراءة، يبقى القراءة معطوف عليه. طيب أنا عندي نوعين من أدوات العطف، في عندي أدوات أو حروف تعطف المفردات والجمل، تعطف الأسماء وتعطف الجمل، وفي عندي أدوات ثانية تعطف المفردات فقط، تعطف الأسماء فقط. طيب أبدأ بمين الأول؟ أبدأ باللي تعطف المفردات والجمل. كان واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، و، ف، ثم، أو، واو، فاء، ثم، أو. دي أدوات عطف أو حروف عطف تعطف المفردات الأسماء وتعطف الجمل، تعطف جملة على جملة وتعطف اسم على اسم. طب ما تيجي نشوف اللي بتعطف، أو الأول عايز أتعرف على حكم أو وظيفة كل أداة. ماشي، يعني هنا الواو دي هتفيد إيه؟ قال لي تفيد الجمع بين المعطوفين. يعني أنا بحب القراءة والكتابة أو بحب الكتابة والقراءة، مش فارقة مين قبل التاني. طيب هي الفاء المهم إن هي تعطف تجمع الاتنين مع بعض، المعطوف والمعطوف عليه بنفس الجملة. طيب الفاء قال لي تفيد السرعة والتعقيب، أو التعقيب والسرعة. يعني إيه التعقيب؟ إن في حاجة حصلت الأول وفي حاجة حصلت بعدها بس بسرعة، مفيش وقت بين الاتنين. عارفين زي إيه؟ زي مثلا جاء القطار فركبت. القطار جه ماشي، الاول جاء، الجمله هي جمله فعليه، جاء القطار ماشي فركبت. الفاء هنا افادت ان انا ركبت بسرعه بعد ما جاء القطار. القطار جه الاول وانا ركبت ايه؟ بعدها بسرعه. تمام. ثم زيها في ان هي بتفيد الايه؟ بتفيد التعقيب، ان في حاجه بتيجي بعد الايه؟ بعد الثانيه، لكن مع التراخي. الترتيب في المعطوف عليه يحصل الاول
وبعد كده يجي المعطوف لكن مع التراخي، يعني في وقت في النص، عارفين زي ايه؟ زي مثلا ياتي الصيف ثم الشتاء. هنا الصيف بيجي فجاه يلاقي الشتاء جه بعدها، ولا في فصل في النص؟ في فصل في النص. نصلي العصر ثم المغرب، ولا بصلي العصر وبقوم بعدها اصلي المغرب؟ لا، انا بصلي العصر وبعدين في وقت ساعتين او حاجه وبعد كده او اكتر، وبعدين اصلي الايه؟ اصلي المغرب. تمام. يبقى هنا تفيد الجمع بين معطوفين. الفاء تفيد الترتيب والسرعه، هنا تفيد الترتيب مع التراخي. طيب، او بتفيد التخيير، زي مثلا اقول سافر بالقطار او السياره، براحتك. عايز تسافر بالقطار ماشي، عايز تسافر بالسياره برضه ماشي، انا بخيرك بين ايه؟ بين حاجتين، فهي دايما تفيد التراخي. تمام. طيب، المعطوف والمعطوف عليه اعرابهم بيكون ازاي؟ قال لي ان المعطوف عليه اللي هو قبل الاداه، ماشي، اللي بيجي قبل الاداه ده حسب موقعه في الجمله، قد يكون مبتدا، فاعل، مفعول، اسم كان، خبر، زي ما يكون. طيب، المعطوف بقى اللي هو بعد الاداه، المعطوف عليه حسب موقعه. طب المعطوف قال لي ان المعطوف بيعرب معطوف، طيب مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ اصل المعطوف من التوابع، يعني هيتبع التابع، هيتبع ما قبله اللي هو مين؟ المعطوف عليه. اذا كان مرفوع يبقى ده معطوف مرفوع، منصوب يبقى منصوب، مجرور مجرور. يعني مثلا هنا في الشتاء، هنا مرفوع، معطوف مرفوع على مترفع هي ايه؟ الضمه. ليه؟ لان الصيف هنا هيبقى فاعل، فبالتالي مرفوع زيه. طيب، اما اقول سافر بالقطار او السياره، السياره معطوف مجرور، لان القطار اسم ايه؟ اسم مجرور. تمام. يبقى انا كده اتكلمت عن النوع الاول من حروف العطف. النوع الثاني هو حروف عطف تعطف المفردات فقط، تعطف المفردات ايه فقط؟ يعني ايه؟ يعني تعطف الاسماء، مش هقول بقى، مش هلاقي جمله فعليه، مش هلاقي جمله فعليه زي دي، مش هلاقي جمله اشكال، هيبقى دايما ايه؟ اسم زائد اسم. طيب، هما كام اداه او كام حرف؟ ثلاثه، لا لكن بل، بس زي ما قلت لكل اداه او لكل حرف فيهم وظيفه. يعني مثلا لا بيقول لي كن صادقا لا كاذبا، كن صادقا لا كاذبا. عندي طبعا لو قلت لك دلوقتي قول لي كده اجزاء الاسلوب، اسلوب العطف اللي قدامي، هتقول لي ان ده معطوف عليه، وده اداه عطف، ودي اداه عطف، وده ايه؟ وده معطوف. تمام. ممكن اقول كن صادقا في كلامك لا كاذبا، عشان بس ما اقول، عشان ما تعتقدش ان لازم المعطوف عليه يعني الاداه مباشره، لا، انا يهمني ان هو ان يكون ده معطوف، ان يكون معطوف على ايه؟ على ان ده، ان المعطوف يبقى معطوف عليه. تمام. ما يشترطش ان هو يكون قبل الاداه مباشره، ده ايه اللي بيشترط؟ ان هو يكون بعد الاداه مباشره. يعني ممكن اقول كن صادقا في كلامك لا كاذبا، عادي جدا. طيب، اداه العطف دي اللي هي لا بتفيد ايه؟ قال لي لا بتثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها. بص كده، كن صادقا لا كاذبا، هنا اثبتت الحكم لمين؟ للصادق، ونفيته عن مين؟ عن الكاذب. عايزك تبقى صادق مش كاذب، فاثبتت الحكم ده للي قبلها ونفيته عن الايه؟ عن اللي بعدها. جميل. عكسها مين؟ عكسها لكن وبل. ماشي، لكن وبل بتثبت الحكم للي بعدها وبتنفي عن اللي قبلها، وده بنسميه استدراك. يعني مثلا قال مع لكن، ماشي، هقول كده لا لا تقتدي بالفاسدين لكن من الصالحين، لا تقتدي بالفاسدين لكن الصالحين. تمام قوي. عملت ايه؟ اثبتت الحكم اللي بعدها ونفيته عن اللي ايه؟ عن اللي قبلها. بس في شرط في لكن وبل، ايه هما؟ ان هما اذا افادوا الاستدراك بالمعنى اللي انا قلته دلوقتي، لازم يسبقوا اما بنفي او نهي. بنفي او ايه؟ او نهي. يعني هنا قال لا تقتضي، نهى، استخدم لام الايه؟ لا النافيه. طيب، بل زي لكن بالظبط، ماشي؟ أو الشكل الأول ليها إن هي تفيد الاستدراك أو تنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها. قال لي إيه؟ قال لي لا يفلح الكسالى بل المجدون، بل المجدون. هنا نفت الحكم عن الكسالى وأثبتته لمين؟ للمجدون. تمام؟ طيب، اتحقق فيها الشرط الأول اللي إحنا قلناه،
ان هي سبقت بنفي او نهي. هنا في لا الايه؟ لا النافيه. طيب هنا ممكن مع الماضي اقول ما فلح، مش لازم اللا بس، لا ممكن ما او اي اداه للنفي، اي اداه للايه؟ للنفي. تمام. فقال لا يفلح الكسالى بل المجدون. هنا استخدمت بل، افادت الاستدراك. تمام. طيب المعطوف فين؟ المعطوف المجدون. هنا المعطوف فين؟ الصالحين. طيب المعطوف عليه المسالة. طب وهنا الفاسدين، أداة العطف لكن وبل، والاثنين بيفيدوا الاستدراك. طب هي بل زي لكن في كل حاجة بتفيد الاستدراك بس؟ قال لها إن هي ممكن تفيد حاجة تانية اسمها الإضراب. يعني إيه الإضراب؟ يعني وأنا بتكلم اتلخبطت وأنا بتكلم أو نسيت فبعدل اللي أنا قلته، وده ما بيشترطش إن يكون فيه نفي أو نهي. زي إيه مثلا؟ زي أقول مثلا فاز لاعبون، وهما اثنين مش واحد، فالحق نفسي واصلح الخطا اللي انا اخطاته واقول بل لاعبان، فاز لاعب بل لاعبان. هنا تفيد الايه؟ تفيد حاجه اسمها الاضراب، لكن اللي موجوده في الشكل ده تفيد الاستدراك. يبقى بل زي لكن في انها تفيد الاستدراك، لكن تختلف عنها في ان هي ممكن تفيد الايه؟ تفيد الاضراب عند التصحيح. طيب بيقول لي استبدل لا بلكن ثم اعرف المعطوف. ماشي، اسعى في الخير لا الشر. عايزني استخدم لا، عايزني استبدل لا، اشيل لا دي واحط مكانها ايه؟ لكن. طيب انا علشان احط لكن لازم الجمله تبدا بنفي او ايه؟ او نهي. بس انا عايز اقول لك ان لازم احافظ على نفس المعنى. هنا بيقول لي اسعى في الخير لا الشر. طيب هنا استخدم النهي فاقول لا تسعى. ماشي، وطبعا الالف اللينه هشيلها لان ده مضارع مجزوم على مركز من حذف حرف العله. ماشي، لا تسعى في، وبدل بقى المعطوف مع المعطوف عليه اقول لا تسعى في الشر لكن الايه؟ الخير. طيب قال لي واعرف المعطوف عليه، قال لي واعرف المعطوف، فين المعطوف؟ الخير. طيب اعرفه ازاي؟ هنا ده معطوف، طيب المعطوف عليه هنا مجرور، يبقى ده معطوف مجرور وعلامة جره الايه؟ الكسرة. معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة. تمام قوي. طيب في مشكلة كده بالنسبة للعطف أو بالنسبة للمعرب والمبني؟ لا الحمد لله تمام. طيب النعت، النعت أنا أخدته في ستة ابتدائي اللي هو بس أخدت منه الشكل الأول اللي هو النعت المفرد اللي هو كان اسم يصف اسم القبو ويطبقه في الأربع حاجات اللي إحنا عارفينهم اللي هو النوع والعدد والتعريف والتنكير والإعراب. تمام. طيب النحو النعت عندنا في ثانية إعدادي بطريقة موسعة شوية، يعني بتكلم عن أنواعه المفرد والجملة والشبه الجملة. يعني النحو ممكن ما يبقاش اسم بس، ممكن يبقى جملة فعلية، ممكن يبقى جملة اسمية، ممكن يبقى شبه جملة. طب هو أنا هعرف إزاي؟ أنا عندي معلومة بتقول الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، بعد النكرات صفات. يعني خلاص ما دامت الجملة دي قبليها اسم نكرة والجملة دي بيشترط فيها ان يبقى فيها ضمير عايد على الاسم النكرة اللي قبلها سواء كانت جملة اسمية او فعلية، خلاص يبقى الجملة دي جملة نعت. طيب الشبه جملة والمفرد ما بيحتاجش الا ايه؟ ما بيحتاجش لرابط. فعشان كده الشكل لو قلت كده ان النعت المفرد اولا او مثلا هذه وردة عطرة، هذه وردة عطرة. فين النعت؟ على طول حد بيقول لي ان كلمة عطرة هي ايه؟ هي النعت. ليه؟ هذه دي مبتدا، الخبر بتاعها هذه مالها؟ هذه ورده، الخبر بتاع ورده، وصفت ورده بان هي عطره. طب عرفت ازاي ان ده نعت؟ قال لي والله ان ده اسم جاي بعد اسم بتطبقه في اربع حاجات، النوع مفرد مفرد، العدد مؤنث، النوع مؤنث مؤنث، العدد مفرد مفرد. ماشي، التعريف والتنكير قال لي مفرده ايه؟ قال دي نكرة ودي نكرة. طيب الإعراب قال دي مرفوعة فدي كمان كانت إيه؟ كلمة مرفوعة. طيب فعشان كده هي وصفت كلمة عطرة، وصفت وردة طبعا وصفتها بس ما دامت هنا اسم يبقى نعت ده نعت مفرد. طيب تمام، نعت مفرد وطبعا مرفوعة على خطوة الضمة. أنا عندي نعت الجملة نوعين، اسمية فعلية. الاسمية ماشي هتبقى جملة من مبتدأ وخبر فيها رابط عايد على الاسم النكرة اللي قبلها. قرأت قصة نكرة، قصة مش كده؟ تمام. قرأت قصة مالها؟ موضوعها شيق. قرأت قصة موضوعها شيق. ما
موضوعنا شيق، دي جملة اسمية، موضوعنا ما له شيق، ده خبر لموضوعنا. في رابط عايد على الاسم المنكر اللي قبله، ايوه الهاء اهي في كلمة موضوعنا، خلاص يبقى الخبر ايه بقى؟ ده ايه؟ ده نعت جملة. طيب النعت هنا في محل ايه؟ على حسب قصة اللي هو الاسم النكر، لو منصوب يبقى في محل نصب نعت، مرفوع في محل رفع نعت، مجرور في محل جر نعت، قصة هنا مفعول به، يبقى الجملة الاسمية هنا في محل نصب نعت، تمام؟ طيب الجملة الفعلية قال لي نفس الفكرة، لازم تبقى من فعل وفاعل جاية بعد اسم نكرة، الفاعل قد يكون ضمير مستتر، قد يكون ضمير متصل، قد يكون اسم ظاهر، المهم عندي إن يبقى في رابط عائد على الاسم اللي نكرة اللي قبل الجملة، أما أقول سلمت على رجل، رجل اسم نكرة، خلقه خلقه حسن، طيب هي دي جملة اسمية، خليني أغير بقى الفعلية، مش عشان يبقى عندي نوعين، أقول سلمت على رجل مثلا يبتسم، مثلا سلمت على رجل ماله يبتسم، يبتسم هنا جاية جملة فعلية بعد اسم ايه؟ بعد اسم نكرة، طب فين الفاعل يبتسم هو ضمير مستتر؟ ما انا قلت ان ممكن يبقى الفاعل ضمير مستتر، ممكن يبقى ضمير متصل لو كان يبتسمون على اعتبار ان دي رجال مثلا، وممكن كمان يبقى اسم ايه؟ ظاهر وفي ضمير في الجملة عائد على الاسم اللي قبلها، طب فين الرابط هنا؟ الرابط هنا هو الضمير المستتر الفاعل، لما يجي الفاعل الضمير يبقى هو الرابط، طب ما جاش ضمير جاء اسم ظاهر ماشي زي مثلا هقول مررت مثلا بشجرة مثلا يقف العصفور فوقها، خلاص يقف العصفور هنا فعل وفاعل، الهاء في فوقها عايدة على مين؟ عايدة على شجرة، تمام خلاص الهاء هنا هيبقى هو الايه؟ هيبقى هو الضمير، لكن إذا كان الفاعل ضمير ماشي يبقى هو الايه؟ يبقى هو الرابط. طيب الحاشي هنا دي في محل ايه؟ في محل ضرب جر ايه؟ في محل جر نعت، لان الرجل هنا اسم مجرور. تمام. طيب شيل جمله هيكون اما جر مجرور او ظرف. هنا انا جايبه على شكل ظرف فقلت هنا غرد عصفور اسم نكره فوق شجرتنا. تمام. يبقى شجرتنا فوق فوق هي ايه؟ فوق هي نعت شبه الجمله ان هي الظرف. طب افرض قلت غرد عصفور على شجرتنا، يبقى الجر والمجرور على شجرتنا هما الايه؟ هما النعت، تمام قوي. طيب هنا النعت في محل ايه؟ في محل رفع لان هنا عصفور فاعل مرفوع، تمام قوي. طيب سين، قول لي اعرف النعت المفرد ثم حوله الى شبه جمله. هذا طفل سعيد، هذا طفل سعيد. هنا سعيد دي وسط كلمه طفل، تمام. طيب عايز اعرفه اولا هنا طفل ماشي خبر، يبقى النعت بتاعه نعت مرفوع زي ما هو تابع للتوابع، يبقى اقول كده نعت مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب عايز احوله الى شبه جمله، هقول هذا طفل وبعدين احاول اجيب منه جر ومجرور واحافظ على معنى هنا، هذا طفل مثلا في سعادة، في سعادة جر ومجرور، خلاص تبقى هي دي الايه؟ هي دي جملة النعت، تمام قوي. طيب ده بالنسبة للنعت، طب الحال؟ قال لي الحال بشكله البسيط اللي أنا أخدته في ستة ابتدائي ماشي، كنت بقول عليه ساعتها إن هو اسم نكرة منصوبة يبين هيئة صاحبها عند حدوث الفعل، وكنت تديني مثال تقول لي جاء القطار مسرعا، كيف جاء القطار؟ قلت لي ان هو مسرعا، قلت لي ان القطار هو صاحب الحال، مسرعا هي اللي بينت هيئته لما الفعل جاء حصل، فبالتالي مسرعا هي الايه؟ النكره المنصوبه اللي احنا بنقول عليها حال، الكلام ده بتاع سته ابتدائي. طيب تاني اعدادي، تاني اعدادي انا عندي برضو الموضوع واسع شويه، يعني انا هاخد الحال بانواعه الثلاثه سواء كان مفرد جمله شبه جمله. شبه جملة. المفرد هو اللي أنا أخدته في ستة ابتدائي، بص كده جاء القطار مسرعا، نفس الفكرة اللي أنا المثال اللي أنا قلته من شوية. القطار هو صاحب الحال ماشي ودايما صاحب الحال معرفة، كيف جاء القطار بالتالي مسرعا وده النكرة المنصوبة اللي بينت هيئة صاحبها عند حدوث الفعل، لما جاء القطار كان حاله إيه؟ قلت لي إنه حاله مسرعا، خلاص. طيب الجملة بقى ماشي لازم هتختلف بقى في عن النعت فإن النعت كان بيجي بعد اسم نكرة، لكن صاحب الحال هنا لازم يكون معرفة.
والمعرفة هنا مش لازم اسم معرب بقى، لأن ده ممكن يكون ضمير ماشي، ممكن يكون معرب بالإضافة، المهم إن صاحب الحال اللي أنا ببين هيئته يكون معرفة بجملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة حتى بعد كده. والاسمية والفعلية لازم يبقى فيها رابط زيها زي مين؟ زي النعم. طيب بص كده الجملة، قال لي العمال يتعاملون وهم فرحون. وهم فرحون، كيف يتعاون العمال؟ قال لي وهم ايه؟ قال لي العمال حالهم وهم يتعاونون. قال لي وهم ايه؟ وهم فرحون. طب فين صاحب الحال؟ وهو الجماعة. طيب فين الجملة الاسمية؟ جملة الحال، قال لي وهم فرحون. عندي حاجة اسمها رابط بقى، والرابط مش لازم يكون ضمير بس مع جملة الحال الاسمية، ده ممكن يبقى رابط ضمير، وممكن يبقى حاجة اسمها الواو، هي الواو الحالية هنا دي، وممكن يبقوا الاثنين مع بعض. طب ما تيجي نشوف أمثلة ماشي. دي المثال اللي قدامي ده جمع الاثنين، الواو والضمير. قال هنا وهم فرحون، الواو هي الرابط زائد هم اللي هي اصلا مبتدا في الجمله الاسميه. طيب ممكن مثال تاني يبقى فيه الواو بس او ضمير بس. قال لي ايوه، ممكن اقول مثلا وقف الطالب او جاء الطالب همته عاليه. همته عاليه، الهاء في همته هي الرابط، ده هنا ده ضمير بس. طيب ممكن يجي الواو بس. قال لي ايوه، هقول مثلا عاد الجنود والشمس مشرقه. الشمس مشرقة جملة اسمية بس ما فيهاش ضمير، لكن في واو في الأول، والشمس مشرقة خلاص دي جملة، دي هي تكون الإيه؟ هتكون الضمير. يبقى ممكن الواو لوحدها، ممكن الضمير لوحده، وممكن الاثنين يتجمعوا مع بعض زي كده. طيب ماشي، ده الجملة الاسمية. طبعا في محل إيه الجملة دي؟ مش هترتبط بصاحب الحال، لأن صاحب الحال ممكن مرة أشوفه فاعل، ممكن أشوفه كل شوية حاجة تانية، لكن الحال دايما منصوب. فبالتالي جملة الحال هتبقى دايما في محل ايه؟ نصب حال. تمام؟ طيب الجملة الفعلية هتبقى برضو من فعل وفاعل، والجملة دي فيها رابط بيعود على صاحب الحال المعرفة. قال لي وقفت المعلمة تشرح الدرس. تشرح الدرس. جملة تشرح ماشي، جملة تشرح الدرس دي هي الجملة الفعلية، هي الجملة الايه؟ الفعلية. طيب تشرح هي، تشرح ايه؟ هي خلاص، يبقى هي هنا فيها ضمير يعود على مين؟ يعود على المعلمة اللي هي صاحب الايه؟ صاحب الحال، والرابط هنا ضمير مستتر تقديره هي. جميل قوي. طيب ماشي، هنا سؤال بيقول لي او الحال شبه الجملة رقم ثلاثة، شبه الجملة برضه زي ما انا عارف يا اما جر ومجرور يا اما ظرف، وبرضه لازم يكون قبله صاحب حال معرفة بس مش قبله مباشرة يعني. ماشي، مش لازم مباشرة. هنا بيقول لي يعمل شباب مصر بجد واجتهاد. شباب مصر معرفة، معرفة زي معرفة بالإضافة، أهي مصر إيه عرفته. تمام؟ تمام. طيب شباب مصر دي هي صاحب الإيه؟ صاحب الحال. طيب كيف يعمل شباب مصر بجد؟ مش بجد دي جر ومجرور؟ أيوه. فين الرابط؟ مفيش، مش لازم يبقى في رابط، ما عنديش رابط في الإيه؟ في الحال شبه الجملة ولا في حال المفردة. الرابط بس بيكون في الحال الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية. في سؤال هنا بيقول لي حول النعت إلى حال والعكس. لو نعت أحوله لحال، لو حال أحوله لنعت. أنا عندي مشكلة إيه هي؟ إن صاحب الحال دايما معرفة، والمنعوت دايما مع الجملة الاسمية والفعلية، مع إذا كان النعت بتاعه جملة اسمية وفعلية لازم يكون نكرة. يبقى أنا عندي دلوقتي لو حال احوله لنعت يا اما هنكر الاثنين يا اما اعرف الاثنين لو كان مفرد يعني. طب لو كان جمله اخلي اللي لو كان احول من نعت من حال لنعت اخلي الاسم اللي قبل الجمله دي نكره. طب لو العكس احول من نعت الحال اخلي الاسم اللي قبل الجمله معرفه. طب بص كده كرمنا طلابنا الفائزين. طلابنا معرفه عشان انتهت بضمير، كأني بقول كرمنا الطلاب الفائزين. تمام، كرمنا طلابنا الفائزين، دي كده نعت ومنعوت ماشي، نعت ده منعوت وده ايه؟ وده نعت مفرد. احوله الحال ازاي؟ هخلي صاحب المنعوت هنا صاحب حال معرفه. طب ما هو معرفه اهو. طيب يبقى ده ما فيهوش مشكله. طيب الفائزين عشان تبقى حال ها لازم تبقى نكره، هو الحال المفرده لازم يكون نكره، اسم نكره منصوبه. فاقول هنا كرمنا طلابنا فائزين، كده حول
حولت النعت للحال، النعت الى ايه؟ الى حال. بدل كررنا طلابنا الفائزين قلت كررنا طلابنا ايه؟ الفائزين. طيب اقبل الرجل مبتسما، مبتسما هنا حال، عايز احولها لنعت، يا اما انكر النعت والمنعوت، يا اما اعرف النعت والايه؟ النعت والمنعوت. فاقول هنا اقبل الرجل المبتسم، خلاص كده حولتها النعت والمنعوت، اقبل الرجل المبتسم، سواء الرجل المبتسم او رجل مبتسم. تمام قوي، يبقى كده اتكلمت في المعرب والمبني، اتكلمت في العطف، النعت الحالي. اخر درس عندي كان اسمه التوكيد، اسمه ايه؟ التوكيد. درس التوكيد انا متعود على التوكيد في النصوص ان هو يبقى مبدوء بان او قد او ياء، عشان كده كنت دايما اقول اسلوب مؤكد بان او مؤكد بلام او مؤكد بقد. النحو عندي في نوعين من التوكيد، نحو بقى في نوعين من التوكيد، في توكيد لفظي وفي توكيد معنوي. ايه التوكيد اللفظي ده؟ اللفظ ده انا كل اللي انا بعمله ان انا بكرر اللفظ مرتين، بكرر اللفظ مرتين، قد يكون اسم اسم، فعل فعل، حرف حرف، جمله جمله. طيب بص كده، قال لي بعلم العلم يتقدم الوطن. هنا العلم اتكررت مرتين ورا بعض مباشره بنفس الشكل، يبقى على طول دي توكيد لفظي. طب مين فيهم الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه هي اللي هتكون توكيد ايه؟ لفظي. تمام. طيب يسعى يسعى ابناؤنا العلا، انا اكدت جمله على جمله او فعل على فعل، ده كده ايه؟ توكيد لفظي. طيب في الاعراب انا عايز منك مين؟ عايز منك الاسم لما يجي توكيد لفظي، يعني مثلا العلم ده توكيد لفظي، ها مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ قال لي التوكيد ده من التوابع. منين؟ من التوابع، يعني زي النعت، زي العطف، يتبع الايه؟ يتبع ما قبله. هنا بعلمي كان اسمه مجرور، يبقى ده توكيد لفظي مجرور. طب لو كانت العلم يبقى توكيد لفظي مرفوع، اللي هي اللي قبلها، ماشي. لو كانت اللي قبلها العلم يبقى ده توكيد لفظي منصوب، تبقى زيها بالظبط في كل حاجه، ماشي. التوابع دايما كده، النعت يتبع ما قبله، المعطوف يتبع المعطوف عليه، هنا التوكيد يتبع المؤكد. طب ده التوكيد اللفظي. طب لو عايز أأكد مثلا كلمة مثلا الجد، توكيد اللفظية، تقول لي الجد الجد أساس التقدم، تمام، يبقى أنت كده أكدتها توكيدا لفظيا. تمام. طيب النوع الثاني من التوكيد، قال لي توكيد معنوي، توكيد معنوي. أول كان لفظي بتكرار اللفظ، طب المعنوي؟ المعنوي عندي مجموعة من الألفاظ بستخدمها، اذا انطبق فيها، اذا انطبقت عليها شروط التوكيد اللفظ، التوكيد المعنوي، تبقى دي ايه؟ توكيد معنوي. طيب ايه هي الالفاظ دي؟ نفس عين كلا كلتا كل جميع، نفس عين ودول زي بعض، كلا كلتا زي بعض، كل جميع زي بعض. طب نفس عين بستخدمها مع مين؟ مع المفرد، مع المثنى، مع الجمع. مع المفرد ازاي؟ بنفس الشكل بس يبقى فيها ضمير عائد على اللي قبلها وينفع اشيلها. طيب مع المثنى ان اجيبها، المثنى والجمع ان اجيبها على وزن افعل بس اخليها بنازل التثنيه او الجمع، يعني اقول انفسهما، ماشي، واقول انفسهم في الجمع، اعينهما في المثنى واقول اعينهم، بس استخدامها الاكثر بيبقى مع المفرد. طيب اما اقول كده نفس عين، بص كده، حضر المدير نفسه الحفل. في عندي شرطين لازم يتحققوا في اي توكيد معنوي، ايه هما؟ الاول ان انا ينفع اشيلها والمعنى ما يتغيرش، اقول حضر المدير الحفل، المعنى اختلف؟ لا ما اختلفش، خلاص يبقى دي تنفع. ايه كمان؟ لازم يبقى في ضمير عاين على المؤكد، ادي الهاء هي عايده على مين؟ عايده على كلمه المعلم، وتناسبه في الايه؟ في النوع والعدد. تمام. طيب هنا بالنسبه لنفسه، ممكن اشيل نفسه واحط عينه؟ ممكن. طيب ينفع يبقى مجرور منصوب مرفوع زيه زي اللي قبله، على حسب مين المؤكد، هو كده تابع من التوابع سواء كان لفظي او معنوي، يعني كلمه نفسه دي تبقى اعرابها ايه؟ توكيد معنوي. تعال نشوف، هي كلمه المعلم، المعلم فاعل، يبقى مرفوع علامه رفعه ايه؟ الضمه. طيب لو كانت عينه نفس الايه؟ الفكره. طيب كلا كلتا، كلا وكلتا نفس الشرطين، نفس الشرطين، ماشي، ان هما لازم لما احذفهم المعنى يكتمل، اقول كرمت الطالبتين كلتيهما، لو شلت كلتيهما كرمت الطالبتين، تمام. وعندي كلا طبعا اكيد هتكون للمذكر وكلتا هتكون للمؤنث. طيب كلتا هنا، ماشي، عندي هنا مجروره اكيد، تمام، اقصد
منصوبه النصب فيها ايه؟ بالياء. ليه؟ قال لي اصل كده وكلتا بنعاملهم نفس معامله الايه؟ المثنى. طب هم مثنى هم مش مثنى، هو حاجه هناخدها لما نكبر شويه، بس خليني دلوقتي اكون عارف ان انا هعاملهم معامله المثنى. طب امتى؟ قال لي اذا اتصل بهم ضمير، بهما ضمير، سواء كانوا توكيد او ما كانوش توكيد. ما دام في ضمير في كلا او كلتا يتعاملوا معامله المثنى. ماشي، ماليش دعوه بقى هم توكيد ولا لا. طب هنا في المثال دي كلمه توكيد، ايوه لما شلتها المعنى اكتمل وفيها ضمير عائد على الاسم المؤكد، تمام، يبقى ده كده توكيد معنوي منصوب علامه نصبه الياء. طيب هنا بالنسبه للجمع، كل وجميع بتيجي بتستخدم مع الجمع وتستخدم كمان مع المفرد اللي ليه اجزاء. طب الجمع زي ايه؟ اقتدي بالانبياء جميعهم او كلهم، هنا توكيد معنوي مجرور، شلته المعنى اكتمل في ضمير عائد على الانبياء اللي هو الاسم المؤكد، تمام. طيب ايه المفرد اللي له اجزاء؟ ده زي الكتاب مثلا او القصه، قرات القصه كلها، ما هي ليها اجزاء القصه، الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، الكتاب، الباب الاول، الباب الثاني، الباب الثالث، الوحده الاولى، الثانيه، الثالثه، ما دام فيها اجزاء يبقى ينفع استخدم كل واستخدم جميع. يبقى نفس وعي مع المفرد والمثنى والجمع، مفرد نفسه او نفسها نفس الكلام مع عين، مثنى اعينهما او اعينه او انفسهما، الجمع مع استخدم اعين وانفس بس قليل، انا بستخدمهم دايما مع او في الغالب مع المفرد. المثنى كلا كلتا، سواء كانت كلتا بالالف وفيها ضمير او كلا بالالف او بالايه او بالياء في حاله النصب او الجر. ماشي، كله وجميع قلنا مع الجمع والمفرد اللي له ايه؟ اللي له اجزاء. تمام؟ طيب بص المثال ده بيقول لي ايه؟ اكد كلمه اللاعبان توكيدا معنويا مره ولفظيا مره. طب اللفظي هجيبه الاول سهل خالص، اقول اللاعبان زي ما هي موجوده اهي، اللاعبان. اللاعبان اللفظ بعدها بنفس الشكل، اللاعبان اللاعبان عشان ناكد اللاعبان. من هم؟ ماهران. شكرا، كده انا اكدت كلمه اللاعبان في توكيدا لفظيا. طب عايز اكدها معنويا اقول اللاعبان اللي بيستخدم مع المثنى مين؟ كلا وكلتا. طب ده مذكر يبقى كلاهما ولا كليهما؟ لا كلاهما، لان كلا ماشي بتستخدم مع المثنى المذكر. طيب وليه ما قلتش كليهما؟ علشان اللاعبان مرفوعه، فبالتالي كلاهما برضه زيها تكون مرفوعه والرفع فيها يكون بالالف. كلاهما ماهران. تمام، يبقى دي كده توكيد ايه؟ معنوي. دي توكيد لفظي، دي توكيد معنوي. طيب بيقول لي اعرف ما تحته خط، ماشي، وجربت خط تحت كلا، كلاهما، كلاهما وكلا. ماشي، في المثال الاول قال ايه؟ السابقان كلاهما وكيان. طيب انا عايز اتاكد دلوقتي هل في توكيد معنوي؟ تعالى نشوف. شلتها قال السابقان وكيان، تمام؟ شلت لو في رابط عايد على كلمه الصديقان الهاء، الهاء اهي موجوده كلاهما، تمام، يبقى دي توكيد. ما دمت لما شلتها المعنى ما اتغيرش، وما دامت فيها ضمير عايد على الاسم المؤكد يبقى دي توكيد ايه؟ معنوي. طب توكيد معنوي ماله؟ قال لي توكيد معنوي مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ الالف، ما دام اتصلت بضمير، هي عامه كده كده هتكون بالالف لانها هنا توكيد. ماشي، وكمان حتى لو ما كانش توكيد بما ان فيها الف، بما ان اتصلت بضمير هتبقى ايه؟ لازم ايه؟ تاخد اعراب المثنى. طيب الصديقان كلاهما وفيان. تعال نشوف هي دي توكيد ولا لا؟ الصديقان، هشيل كلاهما، الصديقان وفي. المعنى كده اكتمل، يعني تحس المعنى مش مناسب، الصديقان اوصفهم ان هم وفي؟ لا، خلاص ما ينفعش. يبقى الصديقان كلاهما وفي، كلاهما هنا دي مش توكيد، طب امال ايه؟ طب ما تيجي نشوف. هو الخبر بتاع الصديقان فين؟ الصديقان مالهم؟ كلاهما وفي. يبقى الخبر هنا خبر جملة اسمية. بيبدأ بمين؟ بيبدأ بكلاهما. كلاهما ده مبتدأ كان ثاني، ده مبتدأ أول. طيب أقول مبتدأ ثاني. ماله؟ ده مش توكيد، ده عارف مرفوع بالألف؟ أنا ماليش دعوة لو توكيد ولا غيره، المهم إنه اتصل بضمير. مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الألف، علامة رفعه إيه؟ الألف، تمام. طيب ماشي. كلا الصديقين وفيان. كلا الصديقين مالهم وفيان. كلا هنا ما فيهاش ضمير، يبقى مش هتعرب اعراب المثنى. وكمان
بما ان ما فيهاش ضمير فالضمير مش شايف فما فيش اكيد فاكيد مش هتكون توكيد. ثم ان كمان ما فيش كلمه تاكدها قبلها، ما هو التوكيد سواء كان لفظ او معناه لازم ياكد اسم امر، هنا في حاجه قبلها لا هي اللي في الاول خلاص، يبقى دي كده ايه؟ مبتدا. طب يعرب اعراب المثنى؟ لا ما اتصلش بضمير، امال هيعرب ازاي؟ مبتدا حسب موقعه، مبتدا مرفوع علامه رفعه ايه؟ الضمه، لكن الضمه المقدره. فاقول كده هنا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ الضمه المقدره. ارجو ان احنا نكون استفدنا من المراجعه السريعه اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، وان شاء الله في الفتره اللي جايه هنبتدي ان شاء الله برضه نراجع اكتر واكتر، ماشي، سواء بقى كانت الفروع التانيه او غيرها. ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.